همنا قلبين الضم. انا اتعرفت على المسيح النهارده، انا شايفه تعميق بقى في النقطه ان اولادي خلص، ان حواء مش مذكوره في القران. حصل ايه في موضوع قضيه الضم؟ مين اللي حد الصلاحيه للوضع؟ هل القاضي حكم فيها؟ سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة، وبرحب بإخواتي الأخت فرحة والأخت مارينا. إزاي الأحوال يا أخت فرحة؟ حلو قوي. إزايك أنتي وإزاي الجميع؟ نشكر الرب. وإزايك أخت مارينا النهاردة؟ نشكر ربنا. إزايك أنتي؟ أمين. برحب بيكي النهاردة. طيب أحبائي، النهاردة إحنا عندنا ليكم حلقة مميزة. الكثير من الإخوات الحقيقة شاركوا معايا تطلعهم وتشوقهم لحلقة النهاردة. يمكن من مشاهدة الإعلان للحلقة المشاهدين كانوا يمكن متوقعين حلقة خفيفة الظل، تخرجنا من المشوار الصعب اللي قضيناه مع حلقات عيشة، لكن هي الحقيقة هتبقى حلقة خفيفة الظل فعلا. ولكن بحب ان انا اوجه انتباهكم ان القضايا والافكار اللي هنقدمها لكم النهاردة ليها ابعاد روحية واجتماعية وسياسية مهمة جدا، مطلوب انتباهكم معانا ومشاركتكم معانا. مشاركتكم عنصر اساسي دايما بالنسبة لنا. طيب، في عناصر رئيسية نتكلم فيها النهاردة في الحلقة دي، من خلال الحلقة حنناقشها النهاردة. نمرة واحد، شيوخ اليوم. احنا شفنا احنا سميناهم شيوخ الفن السابع، والفن السابع ده هم شيوخ السينما المصرية بيقولوا عليها الفن السابع، لكن احنا بصفة عامة هنتكلم عن نوعية شيوخ اليوم واللي بيعملوه. الحاجة التانية اللي عايزين ننظر ليها بتعمق هو الفن والتطور الحضاري، وهل هناك فن وإبداع من منظور الله أم لا؟ وأيضا الحاجة اللي بتظهر جدا في مجتمعنا النهاردة والمجتمعات الإسلامية بصفة خاصة هي حريات الآخرين، وإيه هو معنى الحرية؟ مفهوم الحرية في العالم الإسلامي مفهوم مشوه وملوش الحقيقة شكل واضح، لأن القوانين الإسلامية بتحط الإنسان المسلم تحت نير عبودية، وبتحدد له كده الكيفية والكمية وأداء التفاصيل في حياته، يعمل إيه، يروح فين، يجي منين، يتكلم إزاي، يخش برجله اليمين، يدخل برجله الشمال، وهكذا. لكن الإنسان المسلم بيلاقي نفسه هنا إن عبوديته والوصاية عليه هنا مش من إله وحده، بل أيضا من نواب هذا الإله وهم الشيوخ. المسلم النهاردة أشبه ما يكون أنه في سجن، والسجانين هم شيوخ الإسلام. فرحة ومارينا، أنا وأنا يعني بفكر في الحتة دي بفكر في شكل حياة الإنسان المسلم في العالم العربي عموما أو حتى في العالم الغربي. حسيت كده ان هم قاعدين في قفص، وان الشيوخ دول عمالين ماشيين كده هو في الطرقه بتاعه السجن، يعني مراقبينه زي كده عسكري الدرك بتاع زمان، يمشي يقول ها مين هناك، يو نو، فمراقبه ما يقدروش يخرجوا من تحتها، مش كده؟ صح، ده كلام مظبوط. yeah. وانا ليا اختبار في الموضوع ده، يعني الحقيقة أنا وأنا في طفولتي، من طفولتي يا أماني وأنا بحب الموسيقى، يعني ودني بتسمع موسيقى كويس وبحب الحاجة الجميلة يعني، وكبرت على كده. وبعدين بعد بقى ما بقيت مسلمة، ويعني أقصد يعني تمسكت بديني أكتر وكده، فبصيت لقيت إنه بتحرم من موضوع ان انا اسمع موسيقى. ليه؟ قالوا لي عشان دي اسمها مزامير الشيطان. فانا كان في صراع رهيب جوايا ما بين ان الحاجه انا مخلوقه يعني بحبها، بسمع الموسيقى الخفيفه الجميله دي او الصوت الحلو زي ام كلثوم وكده،
وفجأة بتمنع منها بأمر الدين. ففي صراع داخلي ما بين الأمر ده وبين الخوف من الله لا يعاقبني. وبعدين في لحظة كده، في مرة كده يعني، قعدت يعني شفت منظر طفلة صغيرة يعني عمرها ما يعديش الشهور يعني، وبصيت لقيتها لفتت نظري ان لما سمعت الموسيقى ابتدت تهدى وابتدت تنام. برضو لقيت الطفلة برضو التانية بقت تسمع موسيقى خفيفة كده، بتتهز جسمها بيتهز. فسألت نفسي قلت ايه ده دول لا يعرفوا لا ابيض ولا احمر، يعني ما بيعرفوش حاجة خالص. والرسول قال ان الاطفال دول مولودين على الفطرة، مظبوط. احنا مولود. طب لو كان مولودين على الفطرة، طب ليه دول يعني ليه الرسول حرم الحاجات الحلوة دي ودول ما بيعرفوش الصح من الغلط وبيستمتعوا بالموسيقى والحاجات دي؟ وفعلا كانت لفتت نظر جامدة ليا، وضربت بعد الحائط الحديث بتاع الرسول وقلت لا هسمع موسيقى، لا هسمع أغاني بس كده، ما دام أغاني محترمة جميلة تغذي النفس والودن، وانا الكلام ده كنت مسلمة، ليه لا ليه لا. بس طيب، يعني الحقيقة إنه لأنك إنسانة بالطبيعة شخصيتك قوية وبتستخدمي مخك، بتفكري مش بتسلمي فقط، ولكن مع ذلك جاء فترة في حياتك وقلتي طب ما هو يعني ما دام بيقولوا كده أنا هعمل كده. فغيرك بقى من المسلمين أو المسلمات ممكن يسمعوا الأغاني ويحسوا بالذنب ويفضلوا طول ما هم قاعدين حاسين إن هم بيعملوا خطية ولازم يكفروا عنها، صح؟ أو إن بيتحركوا من، بتبقى في حرقة من الداخل. طبعا زي مثلا الزينة، المرأة كده من طبيعتها يا أماني تتزين وتلبس وتعمل. أنا بقول لأهلك وأؤكد لك، ملايين من المسلمات اللي غطوا شعرهم منعوا الطبيعة الجميلة اللي رب حطها في قلوبهم، أنا أؤكد لك 100% أنهم في احتراق داخلهم وصراع داخلهم، بس بيحاولوا دايما يقولوها كلمة كده، نار جهنم، قصدي نار الدنيا ولا نار، نار الدنيا ولا نار جهنم، مظبوط بيلاقيها في لسانهم يعني. مظبوط. بس وانا كمان كمسلمه سابقه طبعا كان عندي في يعني في نفس الصراعات دي من جوايا في امور كثيره، لكن حابه اسمع مارينا يعني تعليقك على الامر ده، وانا حابه جدا مشاركتك النهارده، ما عندناش الموضوع مفتوح، فعايزاكي تقاطعينا وتشاركي في كل نقطه علشان نعرف كمان رايك. وانت كمسيحيه يعني نوع الرقابة دي من شيوخ الإسلام على المسلمين تختلف تماما عن تربيتك كمسيحية مع رجال الدين اللي انت تعاملتي معهم في حياتك. الحقيقة احنا كمسيحيين متعودين على ان احنا نسأل ونفهم ونعرف، وفي اي اجتماع سواء كان من واحنا في اعدادي او كبرنا شوية ثانوي او كده، لازم في كل اجتماع بيكون في وقت للأسئلة، يعني لازم نسأل واللي عايز يسأل والإجابة، واللي مش مقتنع بيعارض لغاية ما يفهم يعني. فإحنا كمسيحيين المفروض نفهم يعني، متربيين على كده. لكن اختباراتنا مع الإخوة المسلمين لما مثلا بكون بحاور مسلمين، أول ما تقف أول ما يقف قدامه أي حاجة تعليقا يعني على إن المسلم سجين الشيخ، يقول أنا لست بعالم، أنا مش شيخ، مظبوط. وكأن الشيخ هو المخ اللي بيفكر للمسلم. وكمان ومش انا بس اللي لاحظت كده، كلنا لما بنشوف لما يستضيفوا مثلا مفتي الجمهورية ويقول لهم ان الحملة 4 سنين، محدش اعترض. الدكتور والمهندس والمحامي والاعلامي، حتى الاعلامي اللي قدامه كان قاعد، ما حدش يقدر يعترض، كلهم بيسلموا دماغهم للشيخ. حملة 4 سنين ما فيش مشاكل، تدي مراتك تليفون قبل ما تروح البيت، احسن يكون معاها راجل، ما فيش مشاكل، ما حدش عمل مظاهرة، ما حدش اتكلم ولا قال عيب الكلام ده.
ولا اي مش عايزين حاجه، ما يعني حدش اعترض. ما حدش غار على مراته مثلا ولا بنته ان يتقال عليها حاجة زي كده، اديها تليفون يعني ازاي؟ التسجيل اتفضلي. على اليوتيوب لو اي حد هيدخل اي يقول له اديها تليفون يا اخويا بدل ما تلاقي معاها راجل. يا يقول له افرض معاها، يقول له خليه ينزل يا اخويا بالطريقه دي. يعني طيب المسلمين اللي قاعدين ما ازاي؟ يعني انا بستعجب، وده فعلا يعني انا بستغرب ان المسلم بيسلم مخه للشيخ فبيكون سجين الشيوخ، وعارفة وده محتاجين ان المسلمين يتحرروا شوية من الشيوخ. ومارينا، تعليقا على موضوع ابقى اتصل بمراتك قبل ما تروح دي، كان اي ثينك علي جمعة مفتي الجمهورية اللي قال الحكاية دي، كان علي جمعة. علي جمعة، ايوه ولكن علي جمعة. النهاردة ما يقدرش السلفي ينكر هذا الحديث أبدا، صح؟ لا طبعا ما ولا يقدرش، سلفي ده يقدر ينكر لأنه حديث صحيح. حديث صحيح وده امر من الرسول، ان قبل ما تروح حتى الرسول كان بيعمل كده، لان كانت نساء ايام الرسول بيزنوا، طيب فمنع اي راجل يدخل على مراته بالليل، خصوصا مظبوط بالليل يعني مظبوط علشان احسن يشوف معاها راجل، ف يعني تبقى مش هيروحوا يغزوا معاه تاني يعني، فمنعهم. وكان كمان بيودي منادي ينادي يعني يا ان الجيوش قادمة، يعني عشان كل واحدة بقى تسرب اللي عندها. الحقيقة يعني على العموم دي بس مقدمة بسيطة عن أهمية الشيوخ في الإسلام، ولكن رجل الدين المفروض إن هو متصل بالله وهو اللي بيوصل الإنسان لله. تعالوا النهاردة بقى في بحثنا نشوف كده على مسرح الأحداث في مصر، بيدينا صورة فيها تناقضات كتيرة. أنا عايزة بس أقول إنه أنا شخصيا من عائلة كان فيها فنانين، ووالدتي دارسة سينما ودارسة إخراج، وأنا تربيت على يعني المسرحيات العريقة في المسرح القومي وغيره، والفن له قيمة كبيرة جدا من وجهة نظري. لكن أيضا عشان كده يمكن أنا دايما لما باجي أرسم صورة للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دايما أرسم صورة فعلية. فأنا عايزة كده إن احنا النهاردة نكون بنتفرج على مسرحية، مسرح الأحداث في مصر، يرسم لنا فيها الصورة اللي فيها التناقضات والقضايا اللي عمالة تظهر في العالم الإسلامي. ممكن القضايا دي تظهر إنها بعيدة عن بعضها، لكن لما نربط الخيوط كلها مع بعض هنكتشف إننا أمام مشهد يستدعي التفكير. النهاردة هناخد خيط من الخيوط دي، الشيوخ اللي بيتكلموا في الفن، بنتكلم عن نوعية جديدة من شيوخ المسلمين السلفيين زي عبد الله بدر والجيش اللي معاه، والناس اللي يعني لم نسمع عنهم مطلقا ولم نراهم مطلقا من قبل، بيطلعوا على قناة الحافظ وغيرها من القنوات الإسلامية ويقعدوا كده يترسوا، واللي يزعق واللي يتكلم واللي يقول واللي يقول رأيه وهكذا. ده خيط من الخيوط. نشوف إن توجهاتهم الآن وتركيزهم على الفن والسينما المصرية. ليه؟ ليه؟ القضية بتبتدي هنا بإهانة الشيخ عبد الله بدر للفنانة إلهام شاهين، وبوجه لها كلمة النهاردة بالنيابة عن فرحة ومارينا. إحنا نكن ليكي كل الاحترام، والكلام اللي هيتقال هنا ملوش أي صلة بيكي، إحنا بنتكلم على آداب الشيوخ. فيعني حابة لو نبتدي الأول نلقي نظرة على مين هم الشيوخ دول يا فرحة، وجولنا منين؟ تفضلي. دول شيوخ الفن السابع. أيوه لا لا الحقيقة الشيوخ دول كانوا مستخبيين قبل كده، يعني غير منظورين ومستخبيين، يعني زي ما بيقولوا راقدين في الدرة، لكن كانت أعراضهم الحقيقة موجودة من زمان، زي الشيخ كشك لما كنا بنسمعه في التسجيلات، يا دوبك شريط تسجيل كله شتيمة مثلا لأم كلثوم، لعبد الحليم حافظ، مظبوط للجماعة دول. مظبوط، ولكن كان الكثيرين يستنكروا الأمر. أنا بصراحة كنت بسمع وأضحك بس طبعا دي وأنا مسلمة يعني، طبعا فكنت شايفة، بس برضو كنت بستنكر من جوايا إزاي يتكلم على قامة من القامات زي واحدة زي أم كلثوم زي عبد الحليم كده، لأني أنا يعني وجهة نظري في الفن
مدام محترم ما فيهوش اي مشكله، دي نعم نمره واحد. نعم لكن دلوقتي يا اخت اماني هم طلعوا بقى على الهوا، يعني الدنيا بقت يعني انت عارفه المصطبه بقى، المجال طلعوا على اتفتح الهوا بقى. بقى يا النت الانترنت. واحد زي الشيخ وجدي غنيم على طول يخش يسجل كده على الويب كام ويعمل تسجيل شتايم وارقع وارمي وهكذا، والتانيين فاتحين تلفزيونات برضو عشان يشتموا الناس. فهم موجودين بس موجودين يعني ما كانوش باينين شوية بسبب حاجتين. السبب الأولاني الدولة ما كانت منعة أي كلام من ده. اتنين التكنولوجيا هي اللي فتحت الموضوع أكتر. مظبوط. شكرا. طيب مارينا قولي لي انت رايك ايه في نوعيه الشيوخ دي، وانت يعني خلفيتك مسيحيه وبتتفرجي على نوعيات مختلفه من الشيوخ، وليكم صولات وجولات كمسيحيين مصر يعني ياما اتبهدلتوا من شيوخ على مدى التاريخ بصراحه المصريين بالذات. ازاي انت شايفه ايه نوعيه الشيوخ دي بقى في رايك، وازاي ظهروا لنا كده على الساحه فجاه؟ اتفضلي. طبعا يعني احنا كمسيحيين يعني واخدين على كده بصراحة. يوم الجمعة مثلا بنلاقي الميكروفون عالي جدا، خطبة الجمعة بنسمعها غصب عننا، وفي اخر الخطبة لازم في اللهم يتم اطفالهم، اي اللهم مش عارفة اعمل ايه الله، يعني من زمان واحنا بنسمع ازاي الشيخ قاعد يدعي على الناس ويكفر في الناس، والناس اللي وراه برضه لاغين دماغهم وامين امين امين، ويطلعوا بعد كل هذا السب واللعن كده هم يعني صلوا، يعني عملوا اللي عليهم وصلوا، يعني مش عارفه يعني طبعا بيطلعوا، انا مش عارفه بتبقى روحانياتهم عامله ايه يعني بعد كل الكم الهائل من الشتائم والتكفير. وحتى الشيخ نفسه ممكن يكفر مش بس المسيحيين او الكفر اللي بيسميهم كفره واليهود، ويقعد يشتم في اليهود ويشتم في الكفره وكده، لكن المسلم نفسه ممكن يتكفر وهو قاعد. لو مش محجب مراتك تبقى مراتك كذا او انت ولكن كذا او دي الموجه الجديده، يعني ما كناش بنشوف ده زمان. على ايامي انا كنت لما بسمع الشيوخ اللي بتشتم دي يا مارينا كنت بقول له ده، لا دول جايبين الكلام ده منين، ده ما ينفعش، دول لازم ناس مش كويسين او متطرفين. ما كنتش اعرف انه هم جايبين الكلام ده من محمد نفسه. طبعا عارفه يعني احنا واخدين على ان الشيوخ ما في، يعني الشيوخ بتشتم، احنا عارفين ان الشيوخ بتشتم وتكفر، دي حاجه معروفه عندنا كمسيحيين يعني. نعم. طيب ايه الجديد بقى في الفضائيات؟ الجديد في الفضائيات صدمه الناس اللي عمرها ما سمعت كده، يعني انا عايزه اعرف، او الناس اللي هي ما توجه لهاش الكلام، المسلمين العاديين الفنانين الناس اللي هي عمرها ما يعني عمرها ما سمعت الحاجات دي قبل كده يعني ليها هي. وحاجة لفت انتباهي أيضا أنه إحنا لما كنا بنسمع كمسلمين يمكن كانت تفوت عليا أن هما بيشتموا المسيحيين واليهود، وأنا مثلا يعني أخد بالي من موضوع شتمة اليهود أكتر من شتمة المسيحيين. ولكن النهاردة لما الأمر بينتهي بيهم إلى أنه هو بيشتم ويكفر المسلم نفسه، ودان المسلم النهاردة فتحت على الحقيقة. أتمنى أنكم تشوفوا الأمر بصورة مختلفة. عايزة نوضح للمشاهدين النهاردة فرحة، الشيوخ بيتصرفوا على إن هذا حق مطلق ليهم في الانتقاد وفي التكفير الإدانة، إيه الهدف وجابوا منين الحق ده؟ عايزين نوري المشاهد النهاردة من أين أتى هذا الحق. بص يا أماني، أول حاجة بنسمعها دايما منهم، فاكرة لما يقولوا لا كهنوت في الإسلام؟ يس. فاكرة؟ أيوة طبعا. أنا دلوقتي بقعد أستغرب إيه لا كهنوت في الإسلام؟ يعني إيه كهنوت؟ هم فاهمين الكهنوت إيه؟ هم فاهمين الكهنوت إن أبونا يقول حاجة نحن نقول سمعا وطاعا يا أبونا كده. لكن الكلام ده مش حقيقي، فهم عمالين اللي فيهم بيجيبوه اللي فيهم بيجيبوه على غيرهم، وانا هأكد ان في كهنوت في الاسلام. في ايه في سوره النساء الايه 59 اللي بتقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تمام؟ مظبوط. أدي أطيعوا الله أطيعوا الرسول، شكرا. تمام، ما فيش مشكلة. لكن أولي الأمر منكم بقى هو ده الشيوخ. لما تيجي نشوف ابن القيم الجوزية بيقول إيه؟ بيقول إن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح إنها متناولة للصنفين جميعاً. فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به ورسوله، فإن العلماء ولاته. ليه؟ حفظاً وبياناً وذباً عنه. يعني هم اللي بيحموا الله وبيحموا الرسول، فهم دول اللي يعني السكينة اللي في إيد الرسول وفي إيد الله هم العلماء. اللي يقولوه لازم يتم يعني ينفذوه والمسلمين يسمعوا كلامهم. يعني الآية القرآنية دي عملت الشيوخ فرقة مع محمد وإلهه، تختلف يعني، اتفصلوا خالص عن بقية الناس، بقية الشعب، دول في فرقة محمد وإلهه، وبعدين دورهم إيه بقى هنا؟ يختلف دور الشيخ عن دور رجل الدين اللي احنا متعودين عليه، أو الخادم بلغتنا احنا نقول. دور الخادم إنه يوصل الإنسان للطريق إلى الله، الإنسان للطريق إلى الله. دور الشيخ هنا بنشوف إيه؟ إنه يحكم على الإنسان اللي بيتعامل معاه، إنه يدافع ويذب، كما هنسمع بيقول الشيخ عبد الله، شغلته إنه يدافع عن إلهه. لكن إحنا إلهنا دايما يقول إيه؟ يعني أنا أدافع عنكم وأنتم تصمتون. دي يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، فرق غير عادي. طيب ممكن كمان إحنا عندنا سوري اتفضلي مارينا. ممكن كمان بالمناسبة الحتة الأخيرة اللي قلتيها أخت أماني، في القرآن بيقول يعذبهم الله بأيديكم، يعني الله عايز يعذب الكفار بأيدي المسلمين. يعني يا ربنا في الجانب المسيحي يقول يدافع عنكم وأنتم تصمتون، وفي الإسلام يقول لك يعذبهم الله بأيديكم. طيب. وفي نقطة فدأ. كمان يا أماني، أيوه. القسيس في الكنيسة اسمه إيه؟ راعي. راعي صح. والراعي بيخاف على إيه؟ على رعيته. أيوه مظبوط، بيخاف عليها وبيحن عليها وبيبقى زي المسيح بالظبط، بيقدم نفسه لرعيته. يعني يعني زي المسيح مات من أجلنا وقدم نفسه للرعية، اللي هم الناس اللي جميع العالم يعني. أيوه. برضو نفس الحكاية، ادى القلب ده للأسيس اللي هو يقدم نفسه من أجل الرعية. مظبوط. يقدم نفسه، مش يمسك سيف ويقطع فيه. مظبوط. والراعي لازم يكون راعي صالح زي إلهه، زي اللي بيمثله. لازم تكون بالزبط. صالح زي إلهك. الفرق متروك ليكم انتوا انكم تشوفوا. عندي مكالمة هاخدها وبعدين نستكمل النقطة اللي جاية. كيني من كندا، سلام المسيح، أهلا بيك. سلام ونعمة كيني. السلام والنعمة أخت أماني، كده سمعاني حضرتك؟ سمعاك، أهلا وسهلا أخونا. أهلا بحضرتك، سلام لأختنا فرحة وأستاذتنا مارينا. عايز أتكلم هنا عن بما أن الموضوع عن السينما، ما هي السينما؟ هي بتقدم قصة فيها شيء من الواقع ممزوج بالخيال به حبكة درامية، والحبكة الدرامية تقتضي الإبداع. لكن هل الإسلام يحلل الإبداع؟ في قول القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهنا مش الإبداع مجرد التفكير ولو بين الواحد وبين نفسه. مزبوط. يعني مش شرط الواحد ما يسألش الشيخ، لا، ده ممنوع يتساءل بينه وبين نفسه عن ماهية الله أو متى وجد الله. نعم.
أو ما هو شكل الله، يعني أو لماذا شرع الله؟ أو كيف أتواصل مع الله؟ كيف أتواصل مع الله؟ كيف أتحدث مع الله؟ هل الله يسمعني؟ كل هذه الأسئلة ممنوعة، وقلنا أن السينما هي إبداع. كمان أيضا في قول الرسول هنا بيقول إيه؟ بيقول كل محدثة بدعة، محدثة يعني شيء جديد. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بناء عليه حضرتك يبقى ممنوع السينما، ممنوع الموسيقى، ممنوع التلفزيون، ممنوع الفكرة، ممنوع الفكرة الجديدة، ممنوع الفكر، ممنوع ممنوع التساؤل، ممنوع محاولة الإبداع. مزبوط. وبناء عليه لما مسك الأتراك العثمانيين، أنا مش بخرج عن الموضوع، وحكموا العالم بالإمبراطورية العثمانية، عزلوا هذه الإمبراطورية العثمانية عن العالم، وصارت كل الدول تحت الإمبراطورية العثمانية متخلفة عن التاريخ. مزبوط. طيب السؤال هنا يا أستاذة، اتفضل. دلوقتي لما هم حرموا ده وقالوا كل محدثة بدعة، ليه الشيوخ بيطلعوا في التلفزيون اللي اخترعوه الكفار؟ مزبوط. ولا محلل ليهم عشان يطلعوا يشتموا منه النصارى واليهود؟ أخ كيني، كل النقط اللي قلتها في منتهى الجمال. هقول توضيح بسيط. احنا ابتدينا الموضوع بموضوع السينما، ولكن النهاردة احنا نتكلم عن الإبداع بصفة عامة. احنا هجوم الشيوخ الحقيقة مش على بس الممثلات والممثلين، ولكن على المبدعين بشكل عام. فإحنا هيكون تركيز حلقتنا النهاردة على الفن بصفة عامة، الإبداع بصفة عامة، وعايزين نتكلم عن الإله المبدع الحقيقي. ربنا يباركك، شكرا على إضافتك الجميلة النهاردة. شكرا أختنا. شكرا أستاذة فرحة وأستاذة مارينا. شكرا أخونا. طيب فرحة ومارينا، تحبوا تعلقوا على حاجة ولا نستكمل؟ عندك تعليق فرحة؟ نستكمل. طيب نستكمل. لا ممكن عندي تعليق صغير. شو؟ تفضلي. تعليقا بس على الأستاذ كيمي والتخلف اللي عمله الإسلام في البلاد. يعني هل المسلمين يعرفوا أن عمر بن العاص لما دخل مصر لقي مكتبة الإسكندرية، وبعت لعمر بن الخطاب عشان يعرف، طبعا ما يعرفوش هم يقروا الحاجات دي، فبعت لعمر بن الخطاب قال له احنا معانا القرآن يعني وخلاص كفاية، وقعدوا يحرقوا في مكتبة الإسكندرية 6 شهور يولعوا بيها الحمامات. وسبب حرق مكتبة الإسكندرية أخر العالم 500 سنة. 500 سنة العالم تأخر بسبب حرق. فالإسلام ضد العلم، ضد الإبداع، ضد الفكر. نعم. وبما أننا مرينا على برنامج المرأة المسلمة، الإسلام ضد تعليمك، ضد أنك أنت تكوني بس حتى تعرفي تحسبي، تقري، تكتبي. يعني ده لو يقدر ان هم يمنعوه قانونا في كل البلاد الاسلاميه، ما فيش بنت هتروح مدرسه في البلاد الاسلاميه. طيب هم عايزين يجوزوا البنت 9 سنين ليه غير عشان كده؟ بالظبط. طيب خلينا نرجع تاني لموضوعنا، التخويف والادانه والتلويح بالحدود الاسلاميه المرعبه هو السلاح الرئيسي النهارده اللي بيستخدموه الشيوخ ده. وتأييدا للي قلتيه مارينا والاخ كيني قالوا كمان، انه النهارده لو بصيت كده نظره على العالم الاسلامي، هتلاقي العالم الاسلامي يتردى 14 قرن الى الوراء. ما زالوا هم المسلمين بيتكلموا بنفس اللغه اللي كان بيتكلم بيها محمد، ولو يقدروا يعيشوا على حصيره على التراب زي محمد برضو هيكون ده كويس، ومش عايزين يستخدموا التجديد والتقدم في حياتهم للاسف. بغض النظر إذا كان رأي الشيخ عبد الله بدر واللي قالوا عن قضية الأستاذة إلهام، يعني إزاي عبر عن الرأي ده؟ ده كمان نقطة تانية، أسلوب جديد بنشوفه لأول مرة على الشاشات العربية. أنا فاكرة فرحة ومارينا، إحنا لما تربينا في مصر كنا لما نسمع كلمة من الكلام اللي بيتقال على شاشات التلفزيون النهاردة ده في الشارع، كانت تبقى يعني حاجة كبيرة جدا، وتدل كده على طول في ذهنك تقول يعني بيئة الراجل اللي بيتكلم ده مستوى منخفض بصراحة، يعني مستوى رديء. إيه اللي حصل؟ الناس دي طلعوا منين؟ بصي يا أمان. الناس كل ما الناس بتتعلم الإسلام صح بتعلموا الكلام ده.
بقولها لك بصراحة، الإسلام ظهر أكتر دلوقتي، يعني الناس بقوا مسلمين أكثر إسلاما دلوقتي من زمان. ايوه تصدقي دي ليه؟ أنا هقول لك يعني مثل صغير، آية من القرآن، نعم الله في الإسلام هو بيعلم كده، بيقول إيه في سورة النساء 148 في تفسير القرطبي، يعني هقول لك تفسير كمان، ايوه بيقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يعني إيه؟ يعني في التفسير بيقول إيه: إن كان كافرا فارسل لسانك ودعي بما شئت من الهلاك. يعني لو حد كافر قدامك طلع لسانك كده واقعد اشتم واشتم زي ما انت عايز، وبكل دعاء كما فعل النبي حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يعني هنا بيعلم، بيقول ايه؟ ان الله هو اللي بيقول لنا كده، وزي ما الرسول قال كده، انت أي لما تشوف حد على طول تديله باللسان كده، ويعني اعمل لسانك زي الكرباج. طيب فاللي انت شايفاه مش جديد، بالعكس ده قديم جدا. ده من الأصل، من البداية، من أصل الإسلام. ولكن مارينا وفرح، احنا لما كنا بنتناقش يا مارينا قعدنا نقول ابتدى الكلام ده منين؟ في تغير كبير جدا في الحرية اللي حصلت بعد الثورة، ايه اللي الحرية دي جابته؟ الأمر ابتدى بعد الثورة ولا قبل الثورة؟ فمارينا قولي لي انت رأيك كان ايه؟ أنا رأيي طبعا كان بعد الثورة، مهم. وخصوصا إن أي شيخ من دول مش بيتحكموا، يعني هم عارفين متأكدين، وطبعا هم بيقولوا الإسلام الحقيقي، يعني هو ما بيصروا الإسلام هو الحقيقي، وعارفين متأكدين إن مهما شتموا أو مهما قذفوا النساء يعني بالكلام اللي هم بيقولوه، ما حدش فيهم هيتحاكم، لأن دلوقتي الحكم هيكون إيه؟ عارفين إن الحكم هيكون إخواني وإسلامي، ولو اتحكموا هم هيكسبوا طبعا. يعني أنا شايفة إنه عندك حق. ليه؟ هقول لك، وبرضه فرحة عندها حق، ولكن في نقطة مهمة جدا. الحرية اللي بيستخدمها العالم كله لبناء الحضارات وبناء الشعوب يستخدمها الإسلام الآن للقمع. فولتير قال كلمة يعني مشهورة جدا، هقولها بالعامية كده، قال إنه أنا ممكن ما اتفقش معاك في الرأي، أوكي، أنا مش موافق على رأيك، ولكن أنا مستعد إني أموت علشان خاطر أنت تقدر تقول رأيك. احترام حرية الآخر في التعبير وفي الحياة وفي الاختيار شيء مش موجود، ولكن لما يوجد حرية في الإسلام الحرية تستخدم للقمع. يعني بص يا اماني، فولتير ده ايه؟ ده راجل ملحد، شوفي الاخلاق وعاش في القرن الكام؟ بالظبط. 18 يمكن، حاجة زي كده يعني. لكن النهاردة اللي احنا بنشوفه في القرن 21، المسلم لا يستطيع انه يفهم معنى الحرية واحترام الآخر. كان في مقابلة بين بلدنا بالمصري ريم ماجد وشيخ من الشيوخ الأزهر، فبتقول له حرية التعبير، حرية الرأي، فقال لها يعني ايه؟ ما فيش حاجة اسمها حرية، مش حاجة اسمها حرية، في قواعد، عندهم قواعد. انا حسيت ان الأستاذة ريم يعني ما بقتش عارفة ترد عليه ازاي، لكن هي تعلم تماما وتعي ان الله خالقها حرة، حرة من الداخل. ما تقدرش ترد عليه على فكرة. يعني هي شجاعة، بس المرة دي ما كانتش عايزة تكسفه. فخليني اخد مكالمة فرحة ومارينا في الأخ رضا من الجزائر. أخ رضا، أهلا بيك في برنامج المرأة المسلمة. الكنترول روم بيقولوا إنك عندك سؤال، اتفضل. مساء الخير، أهلا بيك، مساء النور. أنا كنت أريد مداخلة أو تعقيب على شيوخ الفضائيات اتفضل فيما يتعلق برأي في الفن. اتفضل. ما هو ملاحظة على شيوخ الفضائيات هو أننا نجد ثلاث أنواع من الشيوخ. الصنف الأول هم شيوخ أصحاب ما يسمون بحرفية النص، أيوة.
أولئك الذين يقولون كل شيء حرام بما فيه الفن. نعم. وما حدث في قضية إلهام شاهين. تفضل. يس مفهوم. وفي نوع ثاني هما أصحاب شيوخ ما معروفين بشيوخ الترقيع. الشيوخ دول يحاولون المزج أو التوفيق ما بين الآراء المتطرفة والآراء المعتدلة حفاظا على ما وجه الإسلام. مفهوم. نقطة كويس. صح. صح. وده هي المشكلة المطروحة في العالم العربي الآن في دور الفن. نعم. في ناس تعتقد أن الفن برمته من أوله إلى آخره حرام. وده خطاب شائع في جميع تقريبا وسائل الإعلام الفضائيات الدينية حتى عند عامة الناس. وعند عامة الناس المسلمين فقط. لكن نعم أتكلم عن المسلمين. نعم. والمشكلة المطروحة الآن في دور الفن مع صعود إخوان المسلمين في مصر. نعم. هو محاولة إلباس الفن الحجاب الإسلامي. طيب أنا عايز أسألك حاجة أخرى. ده حضرتك مسلم مش كده؟ هل أنت مسلم فعلا؟ نعم مسلم. طيب أخرى ده اللي حضرتك بتقوله ده جزئيا صحيح، لأنه الشيوخ اللي أنت بتقول عليهم بيلتزموا بحرفية النص هم الشيوخ اللي لا يستطيعوا إن هم يعملوا حاجة غير إنهم يلتزموا بحرفية النص. النص هو اللي بيدي الإنسان المسلم إزاي يعيش حياته وإزاي يتصرف، وزي ما قلنا إنه حياتك أنت كمسلم محددة بفروض ونصوص وسنة وقواعد، إذا لم تلتزم بيها تحاسب على كل نقطة بسيطة. فالشيوخ اللي بيلتزموا بالنص دول هم شيوخ الإسلام الحقيقي. أنت معايا في كده؟ نعم؟ هم شيوخ الإسلام حقيقيين. هم شيوخ الإسلام حقيقيين. لا. أنا وثقت بذلك. هم شيوخ الإسلام الحقيقيين. نعم بالتأكيد. وهم الأكثر انتشاراً. نعم. يبقى المشكلة هنا مش في الشيخ، المشكلة في النص. هل أنت معايا كده موافق على الأمر ده؟ أي أمر ممكن تعودي؟ إنه المشكلة في الإسلام نفسه مش في الشيخ اللي بيتبعه. نعم؟ المشكلة في التعليم الإسلامي نفسه، المشكلة في القرآن، المشكلة في محمد. فرحة يمكن تقدري تسألي سؤال تساعديني شوية في أننا نوصل له الفكرة. أي بص يا أستاذ، اسمه مش عارفة رضا. أهلا بيك يا أستاذ رضا. المشكلة مش في الشيوخ، الشيوخ اللي بطلعوا يسبوا كده هتلاحظ من الحلقة إنه فعلا بيتمموا أمر الرسول وأمر الله بالضبط بالضبط، والصحابة بالضبط. يعني هم يبقى مش العيب في الشيوخ، العيب في مين؟ مش الشيوخ، بالعكس مش الشيوخ. حتى شيوخ الترقية يحاولون أن يوقعوا ما يمكن تتوعه. طيب رضا أنت بتقصد، تفضلي يا فرح. سوري، هو بيقول الشيوخ اللي بيرقعوا، يعني هم بيرقعوا الإسلام أو يحموا وجه الإسلام من اللي بيقولوا لأ وإحنا بنحترم والكلام ده كله. صح، أنت عندك حق، هو نظام ترقيع. لكن السلفيين اللي طلعوا قالوا دول بيقولوا كلام مظبوط. حتى هؤلاء لا يستطيعون إخفاء الوجه السيء للإسلام. مظبوط يا رضا. مارينا عايزة رغم محاولة تلميع الصورة لكنهم دائما يفشلون. مظبوط. يعني دلوقتي اتفقنا في الفكرة. مارينا عندها تعليق ليك كمان، وبعدين أنا عندي سؤال. تفضل يا مارينا. احنا الأول بنرحب بك، فرحانين باتصالك، يعني مسلم متنور. بس في حاجة مهمة أنا عايزة أقولها لك. أنت صنفت الشيوخ اللي هو بياخد بالنص الحرفي واللي بيوثق النصوص واللي صنفتهم ثلاث أصناف. طيب أنا عايزك ترجع للمنبع. ما القرآن برضو، القرآن عندك بيقول كده إنه حمال أوجه. القرآن فيه محكمات متشابهات، واللي في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. طريق الله في الإسلام غير واضح. نعم. فكل واحد ياخد حتة ويمشي منها فيطلع سلفي، حتة يمشي منها يطلع وسطي، حتة يمشي فيها يطلع كذا. فالإسلام طريقه غير واضح.
بيعامل المسلم بالحلال والحرام زي العيال الصغير او الطفل الصغير، ده غلط ده صح، مش بيديله حرية في ان هو يفكر. يعني لما اقارن مظبوط مقارنة صغيرة كده في الكتاب المقدس يقول لنا ان كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء تبني، فاعطينا مساحة للحرية ان احنا نختار اللي هي يتوافق معانا، مثلا كمسيحي يتوافق معانا في بنائنا الروحي، يتوافق معانا في تعاليمنا، لكن مفيش حاجة اسمها حرام. نعم فده كان تعليقي على كلامه يعني. نعم وخليني أعقب على ده يا مارينا، آخرًا أنت معايا سامعني؟ أنا أوكي. دايماً معاك. نعم معنى أوضح للمشاهدين، معنى إنه كل الأشياء تحل لي وإنه ما فيش حاجة اسمها حرام، ده لا يعني إن إحنا مباح لينا إن إحنا نعمل الخطية، لأن الخطية بالنسبة للإنسان المؤمن المسيحي أكتر حاجة تتعبه، ليه؟ لأنها تفصله عن الله، تبعده عن حبيبه، فإحنا لا نطيق الخطية في حياتنا لأنها بتفصلني عن أني أكون قاعدة في حضن حبيبي ليل ونهار أستمتع بيه ويستمتع بي. الله ينظر إليك وإليك كحبيب بيحبك جدا، فمش عايز حاجة تبعدك عنه. عشان كده الإنسان المؤمن يختار أنه لا يسير في طريق يبعده عن الله. رضا، الله علاقته بينا شخصية ويهتم بينا بصورة شخصية، ماذا عن رضا؟ قلبك انت يطلب ايه اليوم من الله؟ يطلب الهداية. امين يا رضا، امين. يطلب الهداية، يطلب الحق. تطلب الحق، تحب تصلي معانا دلوقتي وتطلب اله الحق ينور لك عينيك وقلبك وحياتك؟ اصلي معك. امين امين. يا اله الحق، قول معايا يا رضا، قول ورايا. يا اله الحق، يا ابي السماوي، يا أبي السماوي، أسألك تفتح قلبي على من أنت. أسألك أن تفتح قلبي على من أنت. يا رب أنا بقدم ليك حياتي. يا رب أنا بقدم ليك حياتي. عرفني من أنت. عرفني من أنت. عرفني طريقك. عرفني طريقك. اقبلني يا رب. اقبلني يا رب. لأني إنسان خاطي ومحتاج خلاصك اليوم. يعني إنسان خاطئ محتاج خلاصك اليوم. في اسم يسوع أطلب. أمين. في اسم يسوع أطلب. أمين. أمين أمين يا رضا. الرب النهاردة هيعلن ليك إعلانات خاصة جدا. المسيح رضا خصص الوقت ده ليك. إحنا كنا بنصلي قبل البرنامج للي مختارهم الله النهاردة إنه ينير طريقهم ويفتح لهم باب الخلاص ويكون ليه عشرة معاك بقى، وتشوف الإله المبدع المحب الحقيقي يغير حياتك بصورة رائعة إزاي. الرب يباركك يا ابني ويستخدمك. شكرا. أمين. الرب معاك. معلش أنا حابة أن أنا أستكمل شوية في الموضوع، لكن يعني نشكر الرب من أجل رضا ومن أجل حياته، وهنكمل نصلي لك يا رضا، والرب هيتمجد في حياتك ويفتح عينيك جدا. طيب الحقيقة حاسة يعني فرحة ومارينا حاسة أن أنا مش عايزة أنتقل للنقطة اللي بعد كده، لأنه بس الكلام في محبة الله وخلاص الإنسان أروع بمراحل كبيرة. طيب خلينا نرجع تاني، يمكن الكلام اللي هنقوله النهاردة يكون شفاء برضو لقلوب الكثير من الناس اللي هجموا بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت. الهجوم على الفنانين والمبدعين والمثقفين كبير بشكل فاجع الحقيقة في العالم الإسلامي، وبينضم بقى للشيخ بدر باقة من نقاد الفن بشكل جديد ومميز، كلهم بقى أصبحوا خبراء فنيين وعايزين يصلحوا، عايزين يقولوا لكم تصوروا ازاي وتكتبوا ازاي وتقولوا ايه وما تقولوش ايه. ولكن بما اننا هنتجه لشيوخ الاسلام، لو في اطفال بقى في الاوضه وانتوا بتتفرجوا، يا ريت انكم ما تخلوش الاطفال يتفرجوا على الفيديو القادم ده، لاننا انه شيوخ الاسلام هيعبروا بلغتهم الخاصه ولغه القران، الكلام ده مش مناسب للاطفال. وايضا بعتذر لكل الاساتذه اللي الكلام ده اتقال عنهم، الكلام ده ما يخصكوش، ما تزعلوش، ده بيدل على اللي بيقولوه ومصدره. اتفضلوا نحط الفيديو الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. الفاشلة الفاجرة يا أصحاب الفكر العفن القذر الوقح، هل هدفا؟ هذه ما قدمت للناس ولمصر إلا عريا وزنا وخلاعة ومجون. أيها الداعرون، أيتها العاهرات، هي كانت بتعلم بناتنا إزاي يتعروا، إزاي يحبوا، إزاي يفجروا، إزاي يزنوا. اتقوا الله، خلي عندكم شوية دم، شوية دم وأدب. لازم يتلك الفجر. أنها ما قدمت إلا العفل، العشنق ذو القفا العريض مجدي الجلاد، الزنا وقلة الأدب، يسموها فن. ممثلة درجة تالتة بهذه الصورة. أنت مين أنت يا سفلة علشان تحكمي على الإسلام ولا على الإسلاميين وتقولي ده متشدد المشدد؟ والله العظيم كانوا خدوا بالجزمة على دماغهم. أنا نفسي أسألها سؤال لله، والله لله، كم واحد قبلك في أفلامك ومسرحياتك تكلم عليه؟ كان قليل الأدب قوي في هذا المشهد مع ممثلة بتاعت سامنة. لازم نتكلم بكل قوة وبكل جراء. وكم واحد حضنك في أفلامك ومسرحياتك اللي تتكلم عليها دي؟ إيه ده يا ربي؟ وكم واحد اعتلاكي في أفلامك ومسرحياتك اللي تتكلم عليها دي؟ ويسموا الحلال بأسماء قبيحة منفرة. فيلم العادل إمام، الفيلم ده هو كان طالع فيه تسمه استعار، دي لغة السنة. دول أحذية كان النظام اللي فات لابسهم في رجليه، دول صراصير، دول فيران. ليه كده يا سيادة المشايخ؟ ليه كده؟ لما الدولة تستقر أمثالكوا هيعرفوا مكانهم الحقيقي. أرجوكوا خلاص، مش عايزة أسمع كده. أنا سمعت، والله أنا ما كنت أعرف كده، والله ما كنت أعرف يعني الألفاظ أبدا. يعني أنا يعني مش عارفة أعلق على إيه ولا إيه، ولكن قلبي انكسر لما شفت فيديو الفنانة سهير البابلي وتأثرها وصدمتها الرهيبة في الكلام اللي هي سمعته. للأسف يا ست الكل، إن الكلام ده مش كلام الشيوخ، الكلام ده كلام إسلامي حقيقي صحيح بأمر من نبي الإسلام. للأسف يعني فرحة أروح لك الأول تعليقك. بص يا أماني، الإنجيل تنبأ على الناس دولة قبل كده، قال إيه؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاهم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدماء، في طرقهم اغتصاب وسحق، ليس خوف الله قدام عيونهم، وطريق السلام لم يعرفوه. صدقيني وأنا بسمع كده افتكرت فعلا، سوري يعني سوري في اللفظ ده، الكتاب المقدس لما قال حنجرتهم قبر مفتوح، أنا قلت لأ، ده مش حنجرتهم قبر مفتوح، ده بكابورت مفتوح. صدقيني دي اللغة المتقدمة يعني من التجميعة دي. أنا يعني حسيت إن أنا رائحة كريهة جداً جاية لمناخيري، مش لوداني، لمناخيري. طيب أنا متأكدة إنه المشكلة إن إحنا زي ما قلت لكم خيوط كتيرة لما تحطها على بعضها هتفهم. مارينا تعليق سريع. أنا عايزة النهاردة إن إحنا نخلص كل نقاطنا لأنها مهمة جداً، فهنقول بسرعة. قولي يا مارينا. برضو أنا ممكن أعلق من الكتاب المقدس لما المسيح قال وصانا أن قبل ما ننظر للقذى اللي في عين أخونا نشيل الخشبة اللي في عيننا الأول، يعني لأنه دين، ومنبصش للناس، منبصش لعيوب الناس أو نشاور على عيوب الناس وخطايا الناس، كل واحد الأول ينظر لنفسه، ولو تفكر الإنسان في خطايا نفسه مش ممكن هيدين حد. مظبوط. عايزة أدخل على الفيديو اللي بعد كده، شيوخ الإسلام بتبرر الكلام ده إزاي؟ تفضل يا حط لنا الفيديو اللي بعد كده. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ده لفظ طهر، لفظ نقاء، لفظ نعتز به، لكن أنا عايز الجمهور يسمعه الآن. في مواقف معينة حتى بعيدا عن حتى الألفاظ القرآنية، في مواقف معينة بالإضافة لموضوع الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن احنا نكون فيها أشداء. موقف سيدنا حمزة مع
السباع لما يعني شتمه وقال له يا ابن مقطعة البذور. وسيدنا أبو دجانة لما كان يعني يمشي بخير إن هذه مشية يمقطها الله ورسوله إلا في هذا الموت. عايزين نوضح دي كويس، نوضح في منطقة إن إحنا للمسلم أيضا أن يكون شديدا عندما يحتاج الأمر أن يكون شديدا، والعزة صلى شيخنا وللمسلم أن يرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الشدة طالما الأمر يتعلق بنبيه صلى الله عليه وسلم، فليست هناك هوادة مع من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اهو ده تصريح بالبذاءة مباشر كده، تصريح مباشر بالبذاءة. فرحة خدي لي النقطة اللي بعد كده على طول، عايزين نوري الناس ده الكلام ده جه منين، مش بس في الحديث ولكن في القرآن. تفضلي. بص في إعماني في سورة القلم الآية اللي بتقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هنا دي مش ده كلام الله، ده كان بيشتم مين؟ كان بيشتم واحد مهم جدا. كلمة زنيم يعني ابن الزنا على فكرة. معظم المفسرين قالوا انها نزلت في الوليد ابن المغيرة. أيوه. السؤال هنا وفي النبي بقى بيقول ايه؟ لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده. تمام؟ مزبوط. مين الوليد ابن المغيرة ده اللي قال عليه ابن زنا؟ الله أكبر. يبقى خالد ابن الوليد. السؤال بقى المهم اللي بحطه كل قدام كل المسلمين، ايه هو موقف خالد ابن الوليد وهو بيسمع الآية دي على أبوه وبيقول أمين؟ وإيه موقف خالد ابن الوليد لما يعرف إن الرسول قال لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده؟ لو المسلم يقدر يفكر ويتعلم التفاصيل اللي موجودة في الإسلام اللي ممكن توصلك للحقائق اللي انت ما انتش عارفها، فعشان كده احنا بنقول لكم التفاصيل المهمة دي. مارينا تعليق سريع ومثل آخر. تعليق سريع. طبعا احنا كل اللي احنا سمعناه ده وهي الشعوب العربية، بس هي تتميز ان هي تذكر عورة المرأة، يعني كل السنة ده كان عن المرأة، فمن فين يعني ده أثرها إيه؟ إشمعنى بس الناطقين باللغة العربية اللي بيشتموا بالعورة؟ ممكن بس أن ده سؤال للمسلم يفكر فيه. أيوه. خلينا بقى ندخل، يقولولنا دايما بيقولولنا أن رسول الإسلام هو خلقه القرآن، وإحنا لما بندخل جوه القرآن بنلاقي ما كله برضو فيه حاجات مش هتايم وحاجات زي كده. فخلينا ناخد سورة الكوثر، بتقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مظبوط. وطبعا التلات آيات ما لهمش علاقة ببعض، لكن أنا اللي يهمني في إن شانئك هو الأبتر. في واحد كان بيقول، كان أول ما يذكر اسمه محمد، ده تفسير ابن كثير، قدامه يقول إيه؟ إنه أبتر، إن رجل أبتر، يعني كان بيقول على رسول الإسلام أبتر لا عقب له، يعني ما انقطع ذكره أول ما يموت، ما عندوش ولاد ولد يعني يحمل اسمه، فانقطع ذكره. فراح الله بيقول لمحمد إيه؟ وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور، هو الأبتر، الأبتر الأقل الأزل المنقطع ذكره. ويقول لنا كده قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة. نزلت في مين دي بقى المفاجأة؟ إن الآية دي نزلت في العاص بن وائل. مين العاص بن وائل؟ اللي هو عمر بن العاص، اللي هو خلف المفروض يعني انه خلف عمر بن العاص. فطبعا انا مش عارفة الاية دي صح ولا غلط، يعني المفروض ان العاص بن وائل يكون اكتر، يكون ما خلفش ومالوش عقب. لكن لا، فوجئنا بقى ان هو ايه يعني عندا في اله الاسلام لقيناه عنده ولد وعمر بن العاص، يعني سرت على كل لسان. ولو كان مظبوط، يعني انا عايزه اقول حاجه، لو كان انه ما يكونلوش ذكر يعني ما حدش يذكره بعد كده، لا ده هو بيذكر على طول، هو ابنه كمان من اشهر مشاهير الاسلام طبعا. وطبعا عايز اتاكد من الكلام، يرجع لسوره الكوثر 3 تفسير ابن كثير. وهقول حاجه بسرعه برضو، مش هقول تفاصيلها. ان تبت يدي ابي لهب وتب دي برضو ردا على شتيمه محمد جمع عمه وقومه وكده وقال لهم انا رسول وكده، فابو لهب قال له تبا لك اجمعتنا الهيزه، فراح الايه نزلت رد،
فمش هو اللي تبت يدي أبي لهب تب. فالله اللي بيشتم محمد يقول له يا أبتر، اللي بيشتم محمد يقول له تبا لك. الله بيرد الشتيمة بيقول تبت يدي أبي لهب إن شانئك هو الأبتر. يعني دلوقتي الإله، إله الإسلام نفسه المصمم للدين ده كله هو نفسه اللي بيشتم طبعا. طيب خليني أخذ مكالمة معانا الأخ أبو سيف. أبو سيف من أبو ظبي، أهلا بك أخ أبو سيف. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا بك. أهم شيء يا أستاذي هذيلا المشايخ هذيلا مسخ، هذيلا مسخ من البشر. الفن حضارة يا أستاذة. نعم. الفن حضارة، الشعوب تعرف بفنها. نعم. الفن حضارة. نعم. هذا لا يمثلون شيء، هو هذا كلامه يرجع إليه سواء إلهام شاهين أو الأستاذ عادل إمام أو الأساتذة اللي رقوا بالفن وطلعوا بالناس والمسرح والفن هذول لا يمثلون شيء. هذول الناس مسخ، هذول طلعوا زي النبت الشيطاني، هذول إخوان الشياطين، هذول المفسدين في الأرض. هذول هم المفسدين هم. طيب أنت يعني حضرتك يعني طبعا إحنا مش عايزين نسبهم، ولكن ده تعبير فعلا عن ضيقة منهم. لا يستاهلون السب، هم يستاهلوا السب، اللي سب الناس يستاهل السب. طيب. لأنهم هذول مسخ. نعم. هذول يستاهلوا السب، ليش يسبون الناس؟ ما لهم حق على الناس. ولكن يعني إحنا من منظورنا الخاص إحنا نصلي من أجلهم إن هم كمان الله ينير طريقهم أيضا، لكن يهمني أنت رأيك. ما راح ينير طريقهم، هذا الناس في ظلام، عايشين في ظلام طول حياتهم. نعم. اللي يسب الناس ويتكلم على الفن الراقي، الشعوب تعرف بفنها يا أخت. نعم. ولكن يا أخ أبو سيف، أخ أبو سيف من وجهة نظر هؤلاء الشيوخ هم بيدافعوا عن الفكر الإسلامي، فالفكر الإسلامي فعلا بيحرم الفن ويحرم الإبداع ويدعو الناس إن هم يكونوا بالفظاظة دي في اللغة وفي التصرف. يا أستاذي العزيزة، الفن موجود في كل العصور في كل الأيام. نعم. يعني الدول اللي كانت فيها فن حتى في الأيام الإسلامية فيها فن وفيها طرب وفيها كل شيء. صح. هذين طلعوا حاليا، الناس كانت في يوم من الأيام، أنا رجل كبير ويعني كنا عايشين ما عندنا هذه الخرابيط اللي طلعت، ما نعرف هذا مسيحي وهذا ماشي ماشي وهذا. أنا معك أنا مش مختلفة معك في كده. لا دي واحدة، هم اللي فرقوا بين الناس. النقطة يا أخ أبو سيف، النقطة مش إنه اللي إحنا كنا عايشينه زمان النهاردة بيتغير لأنه قانون الإسلام يتمكن من الحياة المسلم في العالم العربي. هي المشكلة مش إن اللي أنت عشته كنت عايش حضارة وكنت عايش حرية وإبداع وفن جميل واستمتاع بالحياة، ولكن قانون الإسلام يمنعك من ده. ردك إيه على ده؟ ده قانون القرآن ومحمد. ما عليك. هل أنت مسلم؟ كل شيء له شيء. كل شيء نعم. كل شيء له شيء. إزاي؟ كل هذا الأمر سبحانه وتعالى خلق هالأشياء. معقول اللي خلق هالأشياء يمنعها؟ لا. يعني حطي في عقلك أنت. لا معلش أنا معاك، هو مش معقول. هو مش معقول فعلا. ربنا جميل يحب الجمال. الله طيب. خلق الإبداع، خلق المرأة، خلق الفن. إحنا لما دمرنا المرأة ودمرنا كل شيء، إحنا عاطلين المجتمع، مش نصف المجتمع، المرأة المجتمع كله. يبقى لازم ترجع بسبب هذول. لازم ترجع في الآخر وترى إن المشكلة في التعليم الإسلامي ليس في البشر. البشر في عندما تتوفر هذا مكتوب كاتبينه بشر. يعني أنت تؤمن إن القرآن كاتبينه بشر؟ اللي نقلوه بشر، حتى في الأخطاء اللي في اللغة في القرآن ناقلينها البشر. إذن أنت تعترف أن القرآن في غلط لغوي إذن؟ هم غلطانين لغويا، يغلطون. ليش ما يغلطون بشر؟ طب فرحة أديكي فرصة كمان تتكلمي مع الأخ أبو سيف، تفضلي. يعني أنا بتمنى مارينا أنها بعد إذنك. يعني طب مارينا تفضلي، لو أنت ليكي عندك تعليق تفضلي. طيب انا بس انا عايزه اساله سؤال، يعني هو معترض ان الفن الشيوخ بتقول عليه كده. طيب ما تدخل جوه الاحاديث والحاجات، يعني بيقول كمان ان الغناء هو مزمار الشيطان وبيحرم حتى الشعر، يعني الاسلام يحرم الشعر. طب استني، هو بيقول لك انواع ورد، بيقول لك ده نقل. بصي هو بيقول ان ده نقل. طب ودلوقتي بيقول كمان انه طب ما القران كمان ممكن يكون فيه اخطاء لغويه، يعني هو بيعترف بده. طيب اذا ماذا بقي؟ المشكله في الاسلام، هل الاسلام يعني لو في واحد نحات وهينحت تمثال، هل الاسلام يعني يحرم هذا ام لا؟ المشكله في الاسلام نفسه مش الشيوخ. فانا دلوقتي بساله، هل الاسلام مع الفن ولا ضده؟ دليله ايه لو الاسلام مع الفن؟ لا هو بيقول ان هو شايف ان الاسلام مش مع الفن، صح يا ابو سيف؟
لا استاذي، الاسلام ما حرم الفن ابدا، ما حرم الدليل. ما حد يحرم زينه الله، ما حد يحرم زينه الله، هذه زينه رب العالمين. طب ادينا دليل ازاي؟ طب ادينا دليل. دليل من القران نفسه، من حرم دينة الله والطيبات من الرزق للناس؟ ما في حد يحرمها. هذيل هم اللي بيطلعون، هذيل هم المشاكل، هم المسخ. الشعر موجود والنحت موجود من بدايه الخليقه الى اليوم وحتستمر، وهذيل ولا يمثلون شيء، ما يمثلون الا حالهم. طب عندي سؤال ليك، لماذا لا يتمثل هذا الفن في الدول الاسلاميه المنغلقه؟ اين حضاره السعوديه؟ ايه الفن يعني المتميز جدا اللي تقدر تقول ان السعوديه عندهم الابداع الفني في النقطه دي ولا في النقطه دي؟ ازاي ده حصل في البلاد الاسلاميه المنغلقه؟ ليه اتخنقت ابداعات الناس اللي فيها من الاسلام يا اخ ابو سيف؟ الفن موجود في كل بلد استاذتي، الفن موجود في كل بلد، احنا ما نحدد اي بلد. طيب. ولا نقول على بلد معين، الفن موجود في كل الدول. طيب. الفن موجود في كل مكان، الحضاره موجوده في كل مكان. انا فهمت نقطتك. انا اقول لك، انا اتكلم عن الشيوخ، احنا ما نتكلم عن دول، نتكلم عن الشيوخ هذيلا. لا لا يمثلون الا انفسهم، ولا طلعوا الا الحين هذا. طيب. طلعوا الحين. هم يمثلوا الاسلام. خلاص انا اقول لك حاجه، انا فهمت نقطتك، عايزك توعدني تفضل تتفرج لاخر البرنامج، ماشي؟ الفن هذه اللي حينتهوا وحيفضل الفن. طيب ماشي، انا فهمت نقطتك اخ ابو سيف، افضل معانا لاخر البرنامج. و يعني تعليق اخير، احنا النهارده على فكره ما احناش بنتكلم عن الشيوخ، احنا بنتكلم عن الاصل. الاصل في التعليم الاسلامي الشيوخ منفذين فقط، موظفين عند محمد والهه، مدافعين عن محمد والهه، هم السجان لحياه المسلم وابداعه. المشكلة مش في الشيخ فقط، المشكلة في اللي علمه، في مصدره. خلينا نخرج مع فاصل ونلتقي بكم بعد الفاصل. قناة الحياة غيرت حياة الكثيرين. قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة. قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة. قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والاحترام للآخر. لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها، زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة. إلى جميع الباحثين والمهتمين بمعرفة المزيد عن القرآن والإسلام بشكل عام، تم إطلاق برنامج جديد يمكن تنزيله على جهاز الآيفون، يسمح للمستخدمين بتصفح القرآن، اكتشاف الآيات المنسوخة أو المتكررة أو المغلوطة، قراءة مقالات توضح خلفية القرآن، الاطلاع على لائحة الآيات المتخصصة بمواضيع محددة كالجهاد، المرأة، المسيحية، اليهودية وغيرها، بالإضافة إلى الكثير من المزايا الأخرى. معرفة الإسلام على حقيقته بعد استخدام هذا البرنامج لن تكون كما كانت من قبل. يمكنكم الحصول على هذا البرنامج من خلال موقع thequran.com أو شرائه من الأب ستور تحت اسم thequran.com. مرحبا بكم مرة أخرى، ونستكمل معكم حلقتنا اليوم عن شيوخ الفن السابع. خليني يعني الحقيقة خلاصة المكالمة مع الأخ أبو سيف، إن هو شايف أنه النقل هو اللي بوظ الإسلام، وأنه ده رأي الشيوخ، وأنه ده مش من الإسلام في شيء، حتى ولو أنه يعترف في كلامه أنه القرآن نفسه منقول غلط. طب فين الصح وانت بتتبع ايه؟ وخليني ارجع لنفس السؤال، هل ده من الاسلام ولا لا؟ يعني السؤال ده سالته الاخت هاله سرحان والهام والاستاذه سهير البابلي، والحقيقه يعني قد ايه صعبانين عليا التوهان اللي هم فيه ده، ولكن خلينا نشوف دليل على ان ده من الاسلام ولا لا من فم الشيوخ. نشوف الفيديو اللي بعد كده. أنت عندك حديث في صحيح البخاري وأبو بكر كان رجلا أسيفا، يعني عنده رقة في القلب، ومع هذا لما وقف بعضهم وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وقال لأبو بكر حديث في صحيح البخاري، وقال لأبي بكر إن الفئة دي من الناس مش هتنفعك، معنى الكلام. فقال له أبو بكر أمصص ببذر اللات. أنت عارف أنا لو وضحتها
الكلمة دي كان هيتعمل تصدق لأبو بكر الصديق قضية سب وقذف؟ قال له انظر ببذر اللات، ده في لفظ مش ده في ما هو أشد ببذر أمك. ابن حجر وهو يعلق على هذا الحديث بيقول إيه بقى؟ بيقول ويجوز القول الشديد والشنيع لمن يستحقه. أوكي، يعني إيه؟ مش هو اللي بيقول، لكن محمد اللي بيقول. يعني إنه بيقول إنه نبي الإسلام نفسه كان سبابه شتام. مارينا تفضلي. طبعا رسول الإسلام كان بيعلم كمان الشتيمة، بس ممكن بس أنا افتكرت نقطة مهمة للأستاذ سيف عايز أقولها له. فضل. اللي هو بيتبانى أبو سيف، أنا عايز أقولك إن كمان الشعر نوع من أنواع الفن الرقي جدا، والقرآن بيحرمه بنص صريح. في القرآن بيقول الشعراء يتبعهم الغاوون، فحتى الشعر محرم في القرآن. ولو احنا عملنا يعني حاجة مخصوص نطلع فيها كل أنواع الفن ازاي محرمة في القرآن ممكن نعملها يعني. طيب خلينا نشوف ازاي محمد نفسه كان يعلم الشتيمة بالعورة. في مسند أحمد مسند الأنصار رضي الله عنهم حديث عتي بن دمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. احنا ممكن نحط الحديث على الشاشة كمان، تفضلي. يقول كده عن أبي بن كعب قال رأيت رجلا تعز عند أبي بعزاء الجاهلية افتخر بأبيه فأعضه بأبيه ولم يكنه، ثم قال لهم إني أما إني قد أرى الذي في أنفسكم إني لا أستطيع إلا ذلك، سمعت رسول الله يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنه. وبعدين ذكر أسماء كتير عشان أختصر الوقت. يعني إيه؟ يعني إيه من تعز بعزاء الجاهلية؟ بيقول كده ذكر الحديث قال أبي كنا نؤمر إذا تعز الرجل بعزاء الجاهلية، يعني افتخر أبوه مثلا أبويا فلان كده من قبيلة كذا، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه. يعني ما تقولوش بالكناية، يعني أنت تقول باللفظ الصريح عن عورة أبوه. وكرر نفس الكلام برضو عن عتي قال أبي كنا نؤمر استعز الرجل بعزاء كنا نؤمر استعز رجل فذكر مثله، يعني إن هو نفس اللفظ إن هو يقولوا له كده أعدد هن أبي أو حاجة زي كده يعني. طيب هو محمد كان بيعلمهم الشتيمة بعورة الأب. نعم، بما ان ده تعليم محمد نفسه، اذن فده بينتقل منه للصحابه، بينتقل من الصحابه للتابعين. ففرحه يا ريت تدينا مثل اخر عشان نقول للاخ والاخت المستمع النهارده انه هل هو ده الاسلام ولا لا. اتفضل. عمرو بن العاص اللي انتم بتقولوا سيدنا عمرو بن العاص مره حب يغني فرفع عقيرته بالغناء، ده الكلام ده في النهايه في غريب الحديث والاثر حرف الميم. حب يغني قال يا ليل يا عين مثلا، وابتدى يغني كده فاجتمع الناس عليه، الناس قربوا منه وكانوا مبسوطين، فقام قال ايه فقرأ القرآن فتفرقوا، الناس قاموا سايبينه وماشيين. قال يا بني طيب احنا يعني ايه، خلينا يعني نحط الحديث على الشاشة. حط الحديث على الشاشة لانه احنا يا اولاد الكلمة اللي مكتوبة قدامكم ودي معناها كمان تحتها، والمعنى موجودة اهي. يعني بلاش انا اقولها لحسن عشان تبقى مشكلة. خليني بس اشرح للمشاهد، يمكن حد يكون مش قادر يشوف، لكن بيتكلم عن الاجزاء الخاصة بالسيدة بالمرأة. تفضلي. بالظبط بالظبط، دي نقطة. النقطة الثانية يا اخت اماني، في المصنف لعبد الله بن محمد بن شيبة في حاجة اسمه التعريب للمحرم. نعم. يعني قولها كده بالطريقة العربية الكلام الفصيح. ابن عباس كان ماشي كده بيحج ومحرم يعني، فابتدى يقول بيت شعر يا ريتكم تحطوه احسن. حط أبيح. ده أبيح جدا فعلا. جدا. أوكي. البيت الشعر ده قال فالناس استغربوا عليه فقالوا له ايه تقول هذا يعني الكلام القبيح وانت محرم؟ فقال انما الفحش ما رجع به النساء وهم محرمون. يعني ايه؟ بيقول وهذا البيت قاله متمثلا لا مرتجلا، ولعله قالوا من باب بيان حكم من احكام الشرع ليعلمه من حوله.
طيب. الشعر ده بيعلمه لمن حوله. دي واحدة يا فرح، خليني أشرح بس للناس اللي مكتوبة على الشاشة. المكتوبة على الشاشة ده بيقول إن تصدق الطير، وبيتكلم عن اللفظ للفعل الجماع الجنسي، الكلام باللفظ كده، واسم ست سيدة بعده اسمها لميسن. تفضل يا أيوة. فرحة. فهنا بيقولوا إيه في شرح الكلام ده، إيه بيقول إيه؟ إن هو الراجل ده المقصود إنه بيعلم الناس أحكام الشرع، بس لما بيقول له أنت بتعمل كده وأنت محرم، قال له لا، الجماع بس هو اللي غلط، لكن إن إحنا نقول الكلام ده ما فيهوش أي حاجة، يعني لا حرج في الكلام القبيح ساعة الحج، لكن الجماع هو اللي يبوظ الحج. تخيلوا يعني ليس للقلب ولا المشاعر ولا الفكر الراقي أي مكان في التعليم الإسلامي. هو جاب الكلام ده منين؟ كان جايبه من التعليم اللي هو تعلمه من شيوخ الإسلام، من محمد نفسه. ده يعني كان في وقت محمد، صح؟ طيب. صح، ده اتعلم من ده. الله أكبر علم محمد، محمد علم الصحابة والتابعين والتابعي التابعين، والشيوخ بتاعنا دلوقتي بيقولوا كده. وده النهاردة اللي بيوصلنا للشيوخ اللي بتتكلم بنفس الطريقة. طيب نشوف ده يعني تأثير ده على مجتمعنا اليومي، مش بس في حملة مش على تعليم الإسلام، ولكن أيضا على عامة الناس. والمفروض ان هم كمان الناس، يعني حتى مش بس عامة الناس العاديين، لا ده على افاضل عامة الناس. خلينا نشوف كده الفيديو القادم وابن رئيس جمهورية مصر العربية ولغته التي تشابه لغة إلهه. تفضل. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه. فضل. هل يصح مثلا ان احنا نسمع في اي دولة محترمة في العالم، ما دولة محترمة فيها نظام محترم، انه يطلع ابن الرئيس يقول للمواطن يا بغل؟ ابن الرئيس عندنا هنا في مصر؟ او على اي حته يعني، عمرك سمعت ان في ابن رئيس يطلع يقول للمواطن يا بغل؟ انت متاكد انه بغل ولا بعل؟ لا، كان عليها نقطه. عليها نقطه. يا بغل يعني شاب مواطن بيتكلم، فبيقول قل لابوك انكم كده هتخسروا كتير. فكان رد الولد عيل، قال له اسمه سيادة الرئيس يا بغل. مارينا، تحبي تعلقي على الفيديو ده؟ أنا بستغرب دي لغة حد متعلم بره، يعني الإسلام برضو بيكون طاغي عليه، وهو لما يشتم ويقول يا مش قادرة، يعني مش هقدر أقول اللفظ ده تاني. طب يبقى هو يعني الرئيس، رئيس مين؟ رئيس مين؟ ما هو رئيس، يبقى رئيس إيه؟ يعني لما بيقول عليه كده، ف احتقار الإنسان والأدمية وتشبيهه بالحيوان، طبعا ده فكرة مرفوض. أدهشني شيئين مهمين جدا هنا في النقطة دي، أنه الكثير من الناس بتقول معلش أصله عنده 17 18 سنة 19 سنة عشان كده محتاج يتعلم، ولكن الأعمق من كده أن هذا الإنسان تربى في مع قمم الإخوان المسلمين، في بيت كأنه كده اتربى في بيت النبوة. ده أمشور كان قاعد تحت رجلين مرشد الإخوان المسلمين. وانظروا اللغة اللي بيتكلم بيها تعبر عن قلبه وروحه وما تعلمه. فرحة سيب لك تعليق. أنا بقول إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل بيته الرخص. نعم، شكرا. طيب يتدرج الأمر بقى من يعني من في الشيوخ دي للحكم على الناس بكده إلى التنفيذ برضو. يعني شفنا في الأيام اللي فاتت خروج قاتل فرج فودة بيقول إنه أنا فعلا أنا نفذت حد من حدود الله، مش كده؟ طبعا وارجع أعمله تاني، يعني أو لا أنا ما رجعش أعمله تاني بس عشان اتربى في السجن، لكن كان حاسس إنه عمل حاجة يعني كويسة ولا ايه؟ بالظبط، يساب عليها يعني. طبعا. طيب في يعني احنا زي ما اتكلمنا على ان ده خيط من الخيوط اللي ماشيه في المجتمع علشان خاطر يشقوا طريق جديد في وسط الشعب، علشان خاطر يفرشوا حاجه جديده تقمع بيها
الصفوة من الناس من المفكرين والأدباء والفنانين اللي ممكن فعلا يغيروا الحضارة ويغيروا وجه البلد ويشجعوا الناس ويدعموهم. علشان كده الشيوخ المسلمين عايزين يقمعوهم، عايزين يكسروهم، يكسروا شوكتهم، يكسروا الإبداع الذي يوصل الإنسان للحرية. خيط تاني بقى ماشي مع ده هو النوع الآخر من الشيوخ اللي كنا بنتكلم عليه النهاردة، اللي هي الشيوخ اللي ايه معاهم عليهم بيمشوا امورهم. نشوف الفيديو اللي جاي. الحقيقه قاموس غير مقبول على الاطلاق، لا في الاديان ولا في الاخلاق ولا في اي نوع من انواع اللغات الحيه. راي حضرتك في هذا التطاول من ناحيه الاسلاميه؟ تفضل يا فندم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن الفحش والبذاء والقبح في الكلام. الإسلام ربانا في الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجد المقتضى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأخت الفضلة الأستاذ إلهام شاهين، أقول لها هذا ليس رأي الأزهر وليس رأي الإسلام. أنا بشكر حضرتك جدا. لا رأي الإسلام ولا رأي الأزهر، أنت مواطنة عفيفة شريفة لك كل احترام وتقدير. فهذا الكلام انظره قيل في وسائل لا تجيد إلا السباب والشتائم وإكالة الاتهامات، حتى الأزهر لم يسلم من ألسنة هؤلاء. بيان موقف الإسلام من أعراض الناس، أعراض الناس بقيمة كبيرة جدا جدا في الإسلام. موقف الإسلام الحضاري من هذه القضية حتى لا ينهش الناس في أعراض بعضهم بعض. الإسلام لا يسمح أن يقوم أحد قيما على عرض الآخر فينهشه باسم الدين، لأن الحكم في النهاية على الناس هو الله تبارك وتعالى. لو تبصوا لمنظر وش الفنانة إلهام والأستاذة هالة سرحان، لو تبصوا بس المنظر وشهم، حاسة إن هم يعني قلبهم مكسور وعطشانين لكلمة تشفي الألم اللي هم مروا بيه واللخبطة اللي هم حاسينها. احنا صح ولا غلط؟ عملنا ايه؟ مين الناس دول؟ طلعتوا لنا منين؟ يعني دعاء قلبي، صلاة قلبي من أجلكم إنه الله الحقيقي يديكم الماء الحي الشافي لقلوبكم. فرحة، تعليقك إيه على هذه النوعية من الشيوخ؟ بص يا أماني، هو برضو زي ما قلت إن إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل بيته الرقص. يعني إيه؟ يعني الشيوخ اللي بيشتموا ماشي، الشيوخ دولة أنا طبعاً يعني أنا بحترمهم وكل حاجة، اللي هو زي الشيخ محمد كريمة والجماعة دول، لكن قالوا إيه؟ طلعوا الكريمة اللي على الوش. أيوه، شالوا الكريمة اللي على الوش وقالوها، بيلاقوا من تحت الترابيزة اللي ينام. اللي غلبان بقى في الموضوع ده واحدة زي سوير البابلي، زي واحدة زي هالة سرحان، يقول لك الإسلام ده الموعظة والحسنة والرسول خلقوه القرآن. طب أنا حوريكم حديث دلوقتي. في حديث في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس. واحد استأذن على النبي، بيقولوا كده استأذنه على النبي رجل، فقال اذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. يعني ده قبل ما يدخل. قبل ما يدخل. فلما دخل ألان له الكلام، ابتدى يكلمه إيه بالراحة، بالراحة جميل. فعيشة قالت: فقلت له يا رسول الله ما قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني إن النقطة عائشة نفسها استغربت، أنت كنت بتشتم في الراجل قبل ما يخش، دلوقتي بتلين لي القول ليه؟ دي حاجة. نلاقي إن الرسول عمل قال حاجة مهمة قوي، قال كده إن علامة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فيقول لك النفاق لغة مخالفة الباطل للظاهر. يبقى الرسول إيه كان؟ إيه؟ منافق. يبقى اللي عمله الشيخ
يبقى منافق. ضحكوا بيضحكوا على الناس يا اماني، بيضحكوا على الناس للاسف. للاسف. مارينا عايزه تعليق منك سريع على موضوع الشيوخ ده، وبعد كده عايزين ننتقل يا جماعه للكلام عن اله الابداع، المبدع الحقيقي، الخالق الحقيقي. اتفضلي يا مارينا. هي طبعا مع احترامنا للشيوخ اللي طلعت قالت كلام كويس، ولكن هم بيطبقوا مقولة انا لا اكذب ولكني اتجمل. رسول الاسلام نفسه كان يسب وكان يلعن، والكلام ده في صحيح مسلم كتاب البر والصلاة والاداب، باب من لعنه النبي او سبه او دعا عليه. وبعدين يقول لنا كده دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا ادري ما هو، ده طبعا عن عائشة، فأغضبا فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت عائشة بتقول له أنت لعنتهم وسبتهم. أيوة. راح قال لها أنت عارفة أنا شربت ربي على حاجة إيه هي؟ اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجر. يعني رسول الإسلام بيشرط على الله إن اللي الرسول يسب مثلا مسلم الله يحسب هذا السب أجر للمسلم، الرسول يلعن هذا المسلم الله يحسب هذا اللعن أجر للمسلم. هل ده منطق؟ ممكن ده يكون منطق أو يكون يعني تبرير لسب ولعن محمد بنفس المسلمين؟ هل ده احنا بنوجه بقى، انا باخد السؤال منك يا مارينا وبسأل اخواتنا اللي قاعدين بيسمعونا، هل ده منطق؟ هل تحب ان تتبع اله لا يستطيع ان يقوم قلب رسوله ليك؟ علشان نبقى بس يعني، ليه ما قالوش ما تشتمش؟ ما يصحش ما تشتمش عبادي، ليه أباركهم لو انت غلطت وشتمتهم؟ يعني المقايدة غريبة جدا. ويجي في ذهني على طول انه الكتاب بيقول ايه، باركوا لعينيكم، يعني احنا نبارك اللي بيلعنونا مش نلعن عشان ربنا يباركهم. الفكرة بقى من اللي احنا النقطة اللي جاية اللي عايزين نوصلها للمشاهدين دلوقتي يا فرحة ومارينا، انه الشيطان يقف امام كل عمل ابداعي وكل فكرة للبناء يعملها الله او يخلقها الله او يأمر بها الله، وعايز يجيب لها مقابل يجيب لكم شر على طول. مش ده الواقع؟ ده الواقع. زي بالظبط هجيبها مثل صغير، الدولار الامريكي. ايوه. في دولار مزيف. تمام. الشيطان يجي يعني يخلي عدم ثقه الناس في الدولار الامريكي، فتبص تلاقي الراجل ايه ماسك الدولار كده وعمال يبص في يمين وشمال. ايوه. بيتفحصه ليه؟ لان الشيطان رمى بذره مش كويسه. انا عايزه اقول ان الله الذي ابدع الكون ده بقى ابدع وخلق الإنسان على صورته وشبهه، يعني إيه ومثاله، يعني إيه؟ يعني الإنسان أداله من نفس الطبيعة بتاعت الله على صغير كده إنه يبدع هو كمان. الله إدى الصوت الجميل، هو اللي إدى الصوت الجميل. هل الصوت الجميل ده علشان إيه؟ لازم يكون وراء إنه عشان الناس تستمتع بيه. إدى واحد بيعزف الموسيقى، الموسيقى دي شيء رائع زي ما بيقولوا غذاء الروح، ليه يمنعها الإسلام؟ أنا مش عارفة. الله كل شيء حلو عنده جميل، كل حاجة تتحب في الدنيا جميلة راقية، هي فعلا من عند الله، موهبة من عند الله. فأنا بطالب الناس بقول لهم بصوا الله أبدع الكون إزاي، وتأملوا في الكون ده بـ 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 بالمواهب اللي الرب أعطاها لكم في قلوبكم. شكرا يا أمين. والكون اللي الله خلقه لنا ده، ده خلقه ليك أنت، الإبداع اللي حواليك ده كله علشان أنت تستمتع بيه، علشان يخدمك أنت. خلي بالك المزمور بيقول إيه، السماوات تحدث بمجدك والفلك يخبر بعملك، ويقول إيه، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم. من غير كلام عملك وإبداعك يشهد لعظمتك يا الله. ويتكلم، شوف بقى الإبداع في اللفظ، بيقول إنه جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس خارجة من حجالها. الله أبدع في خلقة الكون ليك تستمتع بيه. ولما اللي قلتيه فرحة إنه المبدع اللي إحنا على شبهه ومثاله، عايزنا نبدع أيضا. الصورة دي كانت في ذهني النهاردة وأنا بقول إنه الله بيتفرج علينا كأولاده. المبدع حساس ومرهف الحس
وعايز أولاده كمان يبقى فرحان قوي بإبداعاتك. الله فرحان بصوتك، فرحان بموهبتك، ما دامت تمجد اسمه من الأصل. مارينا أديكي تعليق. تعليق أنا عايز أقول إن زي ما فرحة وحضرتك قلتي من شوية إن دي موهبة، يعني ربنا هو اللي حاطط الموهبة دي جوه الإنسان، سواء كان شاعر، فنان، موسيقي، أي موهبة، رسام، نحات، كل دي مواهب ربنا حطها جوه الإنسان. فالله لما بيدي المواهب دي عشان ندفنها وما نطلعهاش ونقول حرام، ولا بيعطي هذه المواهب إن هو يخلي الموهوب أو الفنان يمتع الناس بهذا الفن ويطلع منه حاجات تعلم، يعني الشعر يعلم بيه الناس إزاي يتذوقوا اللغة ويحط فيها مفاهيم وحاجات وهكذا في كل نوع من أنواع الفن لتطور الإنسان وتحضر الإنسان. فالله أبدع في الله كمان أبدع في خلق الإنسان نفسه. يعني أنا لما أقف كده أقول أشوف كده برج عالي جدا أقول يا ربي إزاي أعطيت الإنسان المخ إن هو يوصل يبني أبراج ويخلي طيارات تطير في السماء، إزاي ربنا أعطتنا المخ المفكر اللي يطور نفسه في إسعاد البشر وتسهيل الحياة للناس. فربنا مبدع. وكلمة أخيرة عن المسيح وبمناسبة كل الشتائم اللي احنا سمعناها وتعليم الله وإله الإسلام يعني أو ورسول الإسلام، المسيح كان شخصية بديعة فريدة. يقول لنا كده عنه الكتاب: لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع أحد صوته في الشوارع، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. هو ده المسيح اللي احنا نعرفه. هللويا، أمين. كلمة مهمة قوي، ركزوا معايا في الكلمة دي. الإبداع هو جزء من طبيعة الله، تعبير عن طبيعته. الفن السيء هو تشويه لخطة الله في الإبداع من البداية، ومخالفة لخطته الأولى من البداية. الله بيخلق الجمال ويعطي المواهب، والشيطان يقتلها ويكبتها ويشوهها. أوكي؟ وده اللي عمله الإسلام، لأنه بيقول لا لكل تعبير عن الإبداع. عايز أقول لكم إله الحرية الحقيقية يدعوكم اليوم، المبدع الأول والأبدي، أبو الأنوار اللي اسمه عجيب، يدعوك اليوم عشان يديك حرية من الداخل، حرية من الشر، من الموت، من الخطية، الحرية التي ترتقي بالإنسان وتحترم الإنسان. المبدع الحقيقي يريد أن يرى ويستمتع بإبداعات أبنائه، عايز يستمتع بإبداعاتكم. اللي رسم وصور هذا الكون من أجلك أنت ومن أجلك أنت يريد أن يعطيكم خلاص وحياة أبدية اليوم. اللي صورك وأبدعك وأنت في البطن يريد أن تعود وتعودي إليه اليوم، يعطيكم جمالا بدلا من الرماد، ويبدع أكثر وأكثر من خلال حياتكم. لما تضيعوش لحظة واحدة بعيد عنه. هل تقبلوه اليوم مخلص شخصي ليكم؟ يا رب نعطيك كل المجد من أن أنت المبدع الحقيقي والعظيم. نحبك من كل القلب يا رب. يا رب نقبل عملك من أجلنا. صلوا معايا إذا كنت عايزة الرب النهاردة، قولي له يا رب أنا أقبلك في حياتي مخلص شخصي وإله حقيقي، وأشكرك من أجل خلاصك يا رب. أشكركم أحبائي على حلقة اليوم. الحلقة الجاية هتكون حلقة مسجلة، وأشكركم على متابعتنا، وإلى اللقاء في برنامج المرأة المسلمة في الحلقة القادمة.